يا حبيبي. إذن نعود من جديد متتابعي قناة شوف تي في من خلال هذا المباشر. في هذه اللحظة تعطت الانطلاقة الإشارة للمشاركين في الماراثون يعني الدولي التنديو على الماراثون الكبير، يعني الماراثون التي يعرف مشاركة عدد كبير ديال العدائين المهمين ما يقرب على 130 عداء من مجموعة ديال الدول بما فيهم العدائين المغاربة. يعني تشاهدوا معنا في هذه اللحظات السيارة التي تحمل يعني الاعداد بخصوص الرقم تنتمناو هذه النسخه 33 انها تكون يعني تحطم رقم قياسي جديد عالمي جديد. اذا هذو هما الاعداء تشوفوا معنا في هذه اللحظات. اذا العدائين الان دخلوا للمدار وهذه تكون بدايه المنافسه الان نحو يعني يعني فوز بنسخة الماراثون 33 مراكش اللي تسمح انه المشاركة في الاولمبياد العالمية المقبلة وكذلك بطولة العالم للعدو كما سبق وذكرنا متتبعينا. اذا في هذه اللحظات يعني عدد مهم ديال المشاركين كما تشاهدوا معنا في هذا المباشر الان في هذه اللحظة. عدد مهم من المشاركين كما تتابع معنا مختلف الدول الجنسيات في استعداد. للمنطنين او الصغيرين على هذا الماراثون كما تشاهدوا معنا متتابعينا يعني تعطاهم الاشاره بخصوص المدار احترام المدار بالنسبه للجميع المشاركين كما تشاهدوا معنا متتابعينا خلال الموسم. من الكل الان دي لحظه الانطلاقه او اعطاء الانطلاقه. يعني كان مدار مهم شوفوا هذا هو عدد المشاركين يعني تعطت الانطلاقة في الوقت المحدد 8:30 يعني كان جو بارد فعلا هذا الصباح على العموم ولكن الحماس الإرادة والعزيمة المشاركة غادي ترفع من مستوى المنافسة في هذا الماراثون كما تتابع معنا في هذه اللحظات. كما تتابع معنا في هذه اللحظة تشاهدوا معنا مازال عدد المشاركين تيتوافد حدود الساعة. المشاركة مهمة ديال مجموعة ديال الجنسيات مختلف الجنسيات. عدد مهم ومهم جدا من المشاركين التحفيز والحماس. التحفيز والحماس لجميع المصالح الأمنية إذا هذا هو عدد المشاركي الآن هذه الدور الله يطول عمرك شكرا. إذا
في هذه اللحظات. قد ذكرت بانه احنا في الماراثون يعني كاين نصف الماراثون كاين الماراثون احنا في العطاء الانطلاقه للماراثون كما تشاهدوا معنا ومتابعينا في هذه اللحظه.
الاطفال وجميع مجموعه ديال الاطفال ما شاء الله يعني الاطفال المدارس اللي خرجوا من قوم التشجيع كانوا خارجين كانوا يخدموا معنا متكفين. الاستمتاع بالمدار المدار اللي توفروا الماراثون مراكش الدولي في 33 يعني الاستمتاع بهذا المدار الجميل السياحي في مدينة مراكش.
الثاني يعني تيبدا تيظهر التنفس. ضروري. اذا كما تتبع معنا وتتبعينا في هذه اللحظات يعني تحية لرجال الامن كما تشاهدوا معنا في هذه اللحظة يعني تيقوم بواحد المجهود كبير من اجل الحفاظ على المدار ديال الماراثون كما تتبع معنا، في حين انه كما تشاهدوا معنا الدورة 33 للماراثون نصف الماراثون الدولي مراكش اللي الان يعني تنشوفوا عدد يعني تنشوفوا هذا هو العمل اللي تيقوموا به رجال الامن باش انهم يحافظوا على المدار ديال الماراثون كما تتابع معنا متتبعينا خلال المباشر. يعني حتى ساكنه مدينه مراكش يعني اللي تستمتع بهذا الجو، جو ديال المشاركين، الاجواء المشاركه. نؤكد بانه كما محمد الكنيدري رئيس ومدير هذه النسخه ديال الماراثون اللي تاكد بانه هذه يسمح للمشاركين، هذه النسخه هذه تسمح للمشاركين المشاركه في الاولمبيات المقبله الدوليه وكذلك البطوله العالميه المتسابقين الذي يعني يفوزوا بهذه النسخه هذه. هذه كلهم فرصة باش انهم يشاركوا النسخة يعني في بطولة العالم والاولمبيات المقبلة.
تتبعوا هذا.